وكل إنسان يقر بذنوبه هذا خير، أنه يقر أنه مذنب الآن، هذا شيء طيب. إذن يبقى الآن الحل، وهو أن يبتعد عن الخلوات، ويقول ذنوب الخلوات، يبتعد عن الخلوات قدر ما يستطيع، لا يخلو بنفسه قدر ما يستطيع، أنه يكون من ضمن مع أصدقائه مع أهله وهكذا، بحيث أنه ما يكون هناك الخلوة، يبتعد عن الأسباب التي تؤدي إلى هذه الأمور. إذا كان والله وسائل التواصل مثلا، يقطع وسائل التواصل، الحمد لله ما راح تموت بدون وسائل تواصل. يعني ما نقال جداننا، احنا نفسنا، احنا يعني قبل سنوات ما نعرف وسائل التواصل هذه، ما نقصنا شيء، وابائنا واجدادنا ما نقصهم شيء، ما يعرفون وسائل، والحين ابائنا واجدادنا اللي ما يعرفون وسائل التواصل ايضا ما نقصهم شيء. اقطع الشر، امتنع عن هذه، ابذل الاسباب التي تمنعك من الوقوع في مثل هذه الأمور، والله تبارك وتعالى ييسر مع الدعاء والبحث عن الرفقة الصالحة وإكثار الحسنات، فإن الحسنات يجلبن الحسنات، فلعل الله تبارك وتعالى ييسر لك أمرك.